وللمزيد بشأن هذه الجلسة مشاهدينا ينضم إلينا من نيويورك مراسل أكسترا نيوز ياسر نور الدين. برحب بك ياسر، بداية لو تطلعنا عن هذه الجلسة الخاصة لمجلس الأمن بشأن كل التطورات والأوضاع في أوكرانيا، لو هناك معلومات جديدة كواليس هذه الجلسة، وأيضا ياسر لو تطلعني عن جدوى مثل هذه الجلسات اليوم بعد كل هذه الجلسات لمجلس الأمن من وجهة النظر الأمريكية أو من وجهة نظر المواطن الأمريكي، خاصة أن روسيا هي عضو أساسي في هذا المجلس ولها حق الفيتو. يعني في البداية دعيني أرحب بك ليلاز وبالسادة المشاهدين. هذه الجلسة قد دعت لها فرنسا والمكسيك لتردي الأوضاع وتطورات الأوضاع في أوكرانيا وخاصة على الأطفال والحالات الإنسانية. بدأت هذه الجلسة ليلاز حوالي الساعة 10 بتوقيت نيويورك وقد بدأت من كلمات الدول فرنسا. فرنسا قالت بأن الاعتداء الروسي مستمر وهناك اعتداءات كبيرة على الأطفال وهذا أمر غير مقبول، بل هناك أيضا المنشآت الطبية على حد قول مندوب فرنسا هناك أكثر من 200 من المنشآت الطبية قد تعرضت للقصف. كانت كلمات الدول قوية للغاية ليلاز في مواجهة روسيا، يعني أيضا ألبانيا التي تحدثت بشكل مباشر بأن الحرب مستمرة إلى الآن منذ 24 من فبراير أي أكثر من شهرين وتدمر كل شيء وأن هناك أكثر من 7000 قد قتلوا. أيضا الأمم المتحدة كانت قد قالت في التقارير بأن هناك أكثر من 7 ملايين من النازحين كان نصفهم من الأطفال. أيضا قالت ألبانيا بأن هناك 22 مدرسة تتعرض للاعتداء اليومي. تتبعت كلمات الدول في استهجان ما يحدث للأطفال والدعوة لوقف هذه الحرب غير المبررة، هذا ما قالته أيضا غانا وقالته كينيا بأنها تدين كل هذه الاعتداءات. كانت الكلمات الأبرز أيضا للنرويج والتي أدانت هي الأخرى الحرب في كلمتها وقالت بأنه لا بد من التدخل الفوري ووقف كل هذه الاعتداءات وأيضا التوصل لحل سلمي لوقف هذه الحرب والانسحاب من روسيا. أما للجزء الثاني من سؤالك ليلاس وهو كيف وقع هذه الجلسات لمجلس الأمن، هو يعني حشد دولي للولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا من جهة ضد روسيا. السيناريو لا أريد أن أقول أنه متكرر ولكنه إدانات في كل جلسات مجلس الأمن التي عقدت لروسيا والحرب ضد روسيا، وهناك رد يعني كبير من روسيا بإلقاء اللوم على الدول الأوروبية وأيضا على أوكرانيا، بل أنه المندوب الروسي قال بأن أوكرانيا هي من تعتدي على الأطفال خاصة في دونباس وأنها يعني قد قدمت مساعدات، يعني بذلك روسيا قدمت مساعدات كبيرة للأطفال واستقبال عدد كبير من الأطفال داخل الأراضي الروسية وتقديم المساعدات الإنسانية الكبيرة، وقال بأن الجيش الروسي يقوم باحترام الأطفال واحترام الخروج الآمن للحالات الإنسانية خارج أوكرانيا. لكن هذا الحشد هو الحشد من أجل التوقف عن هذه الحرب. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحاول خاصة بكل ما أتيت من قوة بالدبلوماسية وبالعقوبات للاس لوقف هذه الحرب، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية الدولة العظمى قد يعني وصل إليها عقوبات هذه الحرب من شبه تدهور للأسعار وارتفاع كبير للأسعار، وهذا ما أيضا حاول جو بايدن منذ يومين أن يتحدث للصحفيين للشعب الأمريكي يعني ويلات هذه الحرب وأن السبب في ارتفاع الأسعار والبنزين هو من جراء الحرب الروسية
على أوكرانيا. طبعا سنتابع معك ياسر وقع هذه الجلسات وهذا الحشد الدولي يعني من قبل الولايات المتحدة وطلب من فرنسا على روسيا، وكان هناك خبر ورد منذ قليل عن البنتاغون أو وزارة الدفاع بأنهم مستمرون بتسليم الأسلحة لأوكرانيا من المخزونات الأمريكية عند توفرها. شكرا جزيلا لك من نيويورك مراسل أكسترا نيوز ياسر نور الدين على كل هذه التفاصيل والمعلومات.